القائد العام للقوات المسلحة يفتتح مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي الجديد، ووزير الدفاع يتابع مراحل تأهيل وإعمار معسكر التاجي، ورئيس أركان الجيش يزور دائرة العمليات. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من إعلام وزارة الدفاع، فأهلا بكم. افتتح رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد الشياع السوداني مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي الجديد، واستمع سيادته إلى إيجاز مفصل عن المركز قدمه قائد الدفاع الجوي، وتحدث فيه عن تجهيز المركز الجديد بمنظومة حديثة من رادارات الكشف العالي، وذلك في إطار جهود قيادة الدفاع الجوي بتطوير البنى التحتية الخاصة بمراقبة وتأمين سلامة الأجواء العراقية. زار وزير الدفاع السيد ثابت محمد سعيد العباسي معسكر التاجي، وأجرى السيد الوزير جولة ميدانية اطلع خلالها على مفاصل المعسكر لمتابعة حملة الإعمار الشاملة. زار السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يرالله دائرة العمليات، وكان في استقباله معاون العمليات وضابط هيئة الركن. بعدها حضر سيادته إيجاز مديرية الاتصالات العسكرية الذي عقد في مركز الحركة المشترك حول برنامج القيادة والسيطرة HC2، إذ قدم مدير الاتصالات العسكرية شرحاً مفصلاً عن مراحل إعداد البرنامج وآلية العمل والإيجابيات والسلبيات والحلول الآنية لتطوير العمل من أجل الوصول إلى أعلى المستويات في هذا المجال. وأشاد السيد رئيس أركان الجيش بالجهود الكبيرة للكوادر الفنية ومنتسبي المديرية. التقى السيد معاون رئيس أركان الجيش للتدريب الفريق قوات خاصة الركن حامد محمد قمر في مقر قيادة فرقة القوات الخاصة، المستشار في بعثة الناتو والمشرف على برنامج القدرات العملياتية والتمرين. وجرى خلال اللقاء مناقشة إشراك إحدى أفواج القوات الخاصة في برنامج تطوير القدرات العملياتية والتي يتضمن التنظيمية والتدريبية والتسليحية لغرض تعميم التجربة في المستقبل على بقية وحدات الجيش العراقي. أجرت المفتشية العسكرية العامة تفتيش الاستعداد القتالي لقاعدة التاج الجوية في معسكر التاجي، وتأتي عملية التفتيش للوقوف على الاستعداد القتالي لوحدات الجيش العراقي من الناحية الفنية والاختصاصية بما يؤمن تنفيذ الواجبات التي تكلف بها. تستمر قيادات عمليات البصرة وكربلاء المقدسة والجزيرة والأنبار وصلاح الدين والفرقة المشاة 17 والمشاة الآلية 5 بتأمين الحماية لطريق عودة حجاج بيت الله الحرام إلى محافظتهم ومناطقهم بسلام وأمان. تمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من الإطاحة بثمانية من أخطر تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة بغداد والبصرة والنجف الأشرف، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة 28 مخدرات. ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وأدوات تعاطي، بالإضافة إلى أسلحة خفيفة، وتم مصادرة المواد وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة. مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض وبكمين محكم ألقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء تل العفر. وفي عملية أخرى تم تدمير نفق تحت الأرض تابع لعصابات داعش الإرهابية في منطقة جبال عداية، كانت تستخدمه العصابات الإرهابية لخزن الأعتدة والمواد اللوجستية آنذاك. افتتحت مديرية التدريب البدني وألعاب الجيش بطولة القوة البدنية الاستثنائية في مقر قيادة القوة البرية وبمشاركة كافة القيادات والفرق والوحدات المختلفة. جاء ذلك من أجل رفع روح المنافسة بين المقاتلين وتطوير القدرة البدنية لديهم، فضلاً عن الاهتمام بالجانب الصحي مما ينعكس إيجاباً على واجباتهم القتالية.
انتهى حصادنا لهذا الأسبوع على أمل اللقاء بكم مجددا. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه.